يقول: ما حكم قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عند بدايتنا للقراءة، وهل هذا وارد في السنة؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس، الله جل وعلا قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.